وسط الوادي هو رعية ردي بيا وحن عليا. التميمة دي في القرار بيقول وسط الوادي هو رعية. في البيت التاني بقول مين يسندني، مين يرفعني. في البيت التالت بقول مين يشفيني. عشان كده في القرار اقول وسط الوادي انت رعية ردي بيا وحن علي. وجعلني انا ابن لي، ده بقيت القرار على فكرة. مين يشبعني ومين يرويني؟ الرجاء اللي لينا ان انا بجاهد وفي امل في ابدية. انا ليا مكان في الابدية. دايما ابونا استفانوس بيعترض، او مش بيعترض، بيعلق التميمة دي برضو. يقول دخل كذا مرة في الترانيم، الترانيمة دي بالذات، بيقول واحنا بنقول انا ليا مكان في الابدية، افتكروا الاعمال. حاضر. انا دايما يمكن حتى في فترة الترانيم بقول ايمان واعمال. احنا نختلف عن الكنائس الباقية ان مش مشاعر ومنخرج بره بقينا دنيا تاني. لا، ايمان واعمال. ايمان واعمال بتساوي جهاد ونعمة. انا بجاهد بس النعمة من عندك يا رب. انا بجاهد يعني انا بشتغل حتى لو شغل ده ما يتذكرش. جهاد ونعمة، ايمان واعمال. سيد المسيح كان بيتكلم على الطريق الصعب، ومن اراد ان يتبعني. بص حواليه لقي ناس كتير مشيت. راح وجه كلامه للتلاميذ، قال لهم وانتوا كمان عايزين تمشوا؟ حد فاكر مين رد عليه وقال له ايه من التلاميذ؟ بطرس. صح، بطرس ده المندفع الشجاع. سخن قوي، اتحمس. قال له ايه بالظبط؟ قال له الى من نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك. ايه يا بطرس الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لا يا رب، احنا مش هنسيبك زي الناس اللي خدت بعضيها ومشيت لما سمعت ان السكه صعبه. نروح لمين يا رب؟ الى من نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك. عشان كده عايزين نقول له محتاجينك. تكمله للفكره بتاع الترنيمه اللي فاتت، ملناش غيرك، محتاجينك يا رب. رافع ايدي بسلم لي، دفت عمري دي ملك ايدي. فاكرين الترنيمه بتقول ايه؟ لا فلت معك مرات. حاضر. لا يمكن تكون دي اكتر ترنيمه بتحبوا تقولوها. رفع ايدي بسلم لي، لا يمكن برضو. رفع ايدي لملي، دفت عمري من كده. رافع ايدي بسلم لي، دفت عمري من كده. قالوا كتير فين الخير، قالوا كتير. يا موت الاغاني قالوا انت الخير وانا عاين. على فكرة قالوا كتير فين الخير. تعرفين ده المزمور رقم كام؟ 3. الكلام دي متاخدة بالنص من المزمور. قالوا كتير فين الخير وانت الخير
وأنا عايش فيه يا مقتل الأغاني. قالوا يا رب علمنا أن نصلي. قال لهم متى صليتم قولوا. على فكرة ده مفتاح بيننا وبين إخواتنا البرة. يعني إزاي بتقولوا على ربنا أبانا؟ هو قال لنا كده، متى صليتم فقولوا يا أبانا الذي في السموات. في آية تانية، من يحبه الرب يؤدبه. مين يكمل؟ ويجلد كل ابن يقبله. ويجلد كل جت هنا كلمة ابن برضو، عشان كده عصفورة جرت في الاب. عشان كده لما أقول له يا أبانا الذي في السماوات، عارف إن أبويا ده بيطبطب، بس في وقت تاني بيشق، في وقت تاني بيجلد. يعني يجلد يجلد كل ابن يقبله، من يحبه الرب يؤدبه. عشان كده بقول له بشكرك في الصعب والسهل، تغنيني، تفقرني، تديني، تاخد مني. برضو انت ابويا، برضو انت ابويا، عصفوره جرت في الغابه. بقول له رب في كل الحالات انت ابويا. الترنيمه دي لو ركزت فيها هتلاقي كلها متناقضات، يعني حاجه وعكسها، صحه ومرض، ليل ونهار. بس المرنم بيقول له في جميع الحالات يا رب انت ابويا. مر بيا لاني دي زمن الحب زماني. محتاجين اليومين دول نحس بزمن الحب. المشاعر نشفت وجفت من كتر الوقت اللي احنا فيه. طبعا ربنا اللي بيطبطب، بس يمكن نكون الايد بتاعت ربنا. كل سنة وانتم طيبين. عيد الشهداء قرب، كان ابونا بيكلمنا اول امبارح على الشهداء اللي خلاهم يتذبحوا. ليه؟ ايه اذا انتم نسيتوا الكلام بتاع اول امبارح؟ ما احنا كلنا بنحب المسيح. نسيتوا اول امبارح ليه؟ طب ايه؟ شايفين ان الوقت اللي على الارض صغير، عارفين ان احنا عايشين في غربة، شايفين المجد بتاع السماء. هو ما قالش كده، ما هو كل ده ايمان.